كنا في ديورنا ما علينا ما بينا، حتى كنسمعوا الناس هكا مجموعين وداكشي، وجاو الشرطه العلميه كيقول لك راه واحد السيد توفى هنايا، ما عرفناش السبب بالضبط، ولكن العائله ديالو داكشي يمكن جاو ماشي من السكان زعما، ما عنده حتى شي علاقه بالسكان، واش كان غير دايز الله اعلم، ما عرفناش السبب. شحال نقول لك بالنسبه للجلسه اكتشفوها شي ناس، انا ما شفتهاش حتى شي 12 ونص بحال هكا، ولا 12 ما بين 12 12 ونص عاد اكتشفت الجلسه. كان حيت نعس البارح تما، صباح ميت مسكين، ما عرفنا شنو السبب ولا هادشي اللي كاين. واش مات البارح ولا اليوم الله اعلم، لقاو الناس تما يابس. حنا عيطوا لينا الجيران شفنا زعما جاتنا حتى حنا تصدمنا. هذاك الشيء اللي كاين. حيت الحومه ماشي ولد الحومه. باش نعرفوا شنو كاين. ماشي ما عمر هاد الشيء كان. الحومه نقيه ما عمر كان شي كريساج ولا شي حد مات ولا هذا. أول مرة تصدمنا كاملين والله العظيم.